درس طبيبة القرية، هذا الدرس فقط تدريبات، مطالب الطالب فقط حل تدريباته، لكن من الأفضل أن يقرأ الطالب الدرس للتدريب على القراءة أفضل وأحسن. الآن نبدأ. عليك عزيز الطالب أن تقوم بفتح الكتاب والبدء بحل التدريبات. التدريب الأول، نقرأ ونصنف التنوين في الجدول الآتي مع بعض. إدراج التنوين، أنواع التنوين، هناك ثلاثة أنواع التنوين. تنوين، نعم، الفتح صوته أن وله شكلان. تنوين الضم صوته أن. تنوين الكسر صوته أن. إذا صوت تنوين الفتح أن، صوت تنوين الضم أن، صوت تنوين الكسر أن. نعم. الكلمة الأولى طالبة، أين تكتب؟ نعم، بتكسير الضم، طالبة. يوما، نعم، تنوين الفتح. مدرسة، تن، مدرسة، تن، تنوين الفتح. معلم، نعم، كسر. كتاب، ضم. ودفتر، قم بحل التدريب على الكتاب وصنف الكلمة. الآن التدريب الثاني، لدينا أربع من الكلمات. التدريب يريد مني ماذا؟ اقرأ السؤال، حاول أن تقرأ السؤال بنفسك. نقرأ ونضيف التنوين على الكلمات كما في المثال. إذا هناك عندنا تنوين ضم وتنوين فتح وتنوين كسر. عندنا الكلمة الأولى طفل، أريد أن أضيف تنوين الفتح، طفلا وطفل. طيب الآن الكلمة الثانية قلم، عندما أضيف تنوين الضم تصبح نعم قلم. وتنوين الفتح نعم قلما. ماذا ضفت في تنوين الفتح؟ ضفت حرف الآب. إذا جميع الحروف في تنوين الفتح أضيف لها حرف الآب ما عدا نعم، فلتكن التاء المربوطة والهمزة إذا سبقها ألف. ألف، نعم. وقلم، قرية، قرية، وقرية، وقرية. آخر كلمة هواء، هواء، هواء. لماذا لم تقف هنا؟ لماذا لم أقل هواء أن؟ لماذا تقف؟ إذا يوجد هنا آ قبل الهمزة، فإذا ضفت آ بعد الهمزة الهمزة تختلط، يصيبها اختلاط. فلذلك إذا سبق الهمزة حرف الآ لا أضيف آ مع تنوين الفتح، فقط أضع الهمزة حتى لا تختلط الهمزة. وهواء مع تنوين الكسر، قم بحل التدريب.
أما التدريب الذي يلي أو تحليل التركيب الذي يلي، ساعة، نعم ساعة، نعم ساقة، وساعة.